انت القمر اللي بنشوفه دايما فرحتنا كلنا يا حبيبي. انا ميرسي والله، عايزاك في واحد واحد بس والله تعبت، عيطوني بقى كمان بوظوا لي الدنيا. عايزين نقول لك الف مبروك طبعا اللي ملوش كبير، بس قبل اي حاجه، امتى ما كانش ليكي كبير؟ اولا مبروك للمهرجان الجميل اللي كل سنه بيبقى فيه، يبقى يعني مهرجان كل سنه بيبقى احسن من الاول. مهرجان ده جامع الفضائيات كلها بتاعت الوطن العربي، اللي من خلالها دلوقتي بقى فيه تقدم بالتعاون الموجود، بقى فيه مسلسلات، ممثلين سوريين ومصريين ولبنانيين ومخرجين ومنتجين من الوطن العربي، خلى بقى فيه تعاون بجد اسمر، بقى فيه الفن دلوقتي بقى تقدم بجد من خلال المهرجانات الجميله دي اللي احنا شايفينها، هي اللي بتقربنا من بعض. وان شاء الله عايزه اشكر طبعا استاذ احمد عليوه على جهده واخلاصه في ان هو يجمع ويعمل النخبه الجميله دي كلها. عايزه اقول له مبروك، وانا متاكده ان المهرجان ده السنه الجايه واللي بعدها هيبقى مهرجان عالمي ان شاء الله. والف مبروك. في تبقى الام سلبيه كده، انت شايفه انت تقولي ليه لاي ام ممكن تسيب بنتها تضيع للشكل ده؟ تضيع؟ اه طبعا. زي مين؟ زي اللي ملوش كبيره. ما شفناش زي ملوش كبير ان شاء الله. ياسمين كده، ياسمين بعد النجاح الجميل واسره ملوش كبير ان شاء الله ترجع بالسلامه، وربنا هيشفيها وهترجع لجمهورها الجميل دوت اللي بيحبها، اللي في الوطن العربي كله، وولادها وجوزها، وهترجع لنا ان شاء الله. الاشاعات اللي بتطلع عليها دايما هي واحمد العوض انهم سابوا بعض، مش عايزين بقى نتكلم في الحاجات الكلام الفاضي دوت. اهم حاجه ياسمين ترجع لنا. انتوا مش بتحبوها زي انا بحبها؟ طبعا جايه لها رساله. طيب بقول لها بحبك وجمهورك بيحبك والدنيا كلها بتحبك، وترجعي لنا بالسلامه. حسيت انها بنتك بجد في المسلسل؟ اه بجد. اه احنا شايفين انك دمعت عليها ليه كده يعني، موضوع انت عليها طبعا بحبها جدا والدنيا كلها بتحبها. اكتر طبعا حاجه كان حبيتيها فيها وتعاملكم مع بعض كان بيحصل ايه فيها؟ انسانه بسيطه وطبيعيه وتحب كل اللي حواليها، وانسانه حنونه وجميله، ربنا يا رب يرجعها لاولادها يا رب وجوزها بالسلامه والدنيا كلها. كريم فهمي دلوقتي ساعات تحب توجيه له بقول له الف سلامه ان شاء الله، هيقوم بالسلامه ان شاء الله. وكانت مفاجاه والله، انا ما اعرف غير منكم دلوقتي، ربنا يشفي يا رب ويشفي كل مريض ان شاء الله، هيقوم بالسلامه ان شاء الله. هنشوفك في جديد بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. مشكورك جدا.